digits is less than 5 معناته بترك خانة الألاف زي ما هي ما بغير فيها إشي بس بحول كل الأرقام اللي بعدها لزيرو فشو رح تصير 5000 أوكي القلم مش واضح هلا غير رح تصير 5000 هيك أنا قربت لأقرب ألف أو لأقرب بخانة الألاف بحط سيركل حول المنزلة اللي بدي أقرب إلها بعدين الرقم اللي بعدها بتطلع على إذا أقل من 5 بترك اللي هي المنزل الأصلية بتركها مالها زي ما هي وبحول كل الأرقام اللي بعدها زيرو تمام؟ هلأ إذا كانت أكبر من 5 أو equal to يعني إذا كانت أكبر من 5 أو تساوي 5 شو بعمل بالرقم؟ إفرض الدهان عندي 5722 أوكي؟ بطلع أنا بدي أقرب لأقرب ألف بحط سيركل حول خانة الألاف بطلع الرقم اللي بعدها 7 صح؟ 7 is less than 5 or bigger than 5 أكيد راح يكون أكبر من 5 صح؟ 7 أكبر من 5 شو بعمل؟ بضيف 1 ل5 للي هي بدي أقرب إلها راح تصير إيش؟ 6000 فمعناته الباقي طبعاً بحطهم أصفر وهذا يسوى على كل إشي نفس الشيء إذا أجاني equal to 5 يعني الرقم اللي بعد الخانة اللي بدي أقرب لها إذا أجا بالضبط 5 نفس الشيء بزيد هاد 1 والباقي أصفر هلأ هاي في حالة بدي أقرب لأقرب 1000 إذا بدي أقرب nearest 100 لأقرب 100 تمام؟ بطلع على الرقم هلأ الرقم صحيح هو 7791 هذا الرقم هو بالألاف صح؟ بس أنا بدي أقرب لأقرب 100 بطلع وين خانة المئات؟ هيها بحط حواليها سيركل بروح على الرقم اللي بعدها مباشرة من اليمين الرقم اللي بعدها 9 بطلع 9 is bigger than 5 or less than 5 أكيد bigger أكبر من 5 بروح 7 طبعاً 7000 بتركها زي ما هي 700 بما إن اللي بعدها 9 والتسعة أكبر من 5 رح أزيد للسبعة 1 رح تصير 800 بعدها بحول الأرقام لصفر تمام؟ ركزوا معي إذا قال لي قرب لهندرد يعني لمئة بحط سيركل حوالين خانة المئات اللي هي 700 بطلع الرقم اللي بعدها إذا أكبر من 5 بزيد للسبعة أو لخانة المئة 1 فبتصير 800 اللي بعدها بتحول لصفر 7000 ما قربنا عليها وبما إنها على الشمال يعني قبل 700 بخليها زي ما هي هلا nearest 10 إذا بدي أقرب لأقرب 10 زي خانة العشرات بحط سيركل حوالين 3 بطلع الرقم اللي بعدها 2 صح؟ 2 هل هي أقل من 5 ولا أكبر من 5؟ أكيد less than 5 is less than 5 فمعناته بخلي خانة الألاف زي ما هي خانة المئات زي ما هي الرقم اللي بدي أقرب إله اللي هو 3 بتصير بتضلها زي ما هي ليش؟ لأن الاثنين اللي بعدها أقل من 5 فبتصير 3 بتضلها زي ما هي اللي هي خانة العشرات والاثنين بتتحول زيرو بتصير 7830 تمام؟ هلأ ممكن يجيكم رقم بسيط يعني ما فيه 1000 840 تمام؟ وبقول لك قرب لحتى أقرب 100 لل 100 nearest 100 بحط سيركل حوالين ال 100 الفور اللي هي الرقم اللي بعدها هل هو أقل من 5 ولا أكبر من 5؟ أكيد أقل من 5 معناته بخلي الرقم زي ما هو 800 واللي بعده بحوله لأصفر الدرس بسيط اليوم بس بتكون ضلكم تتدربوا عليه
طبعا ما في واجبات هاي الفترة عشان في امتحانات، وبعدها راح نحل الواجبات مع بعض. That's it for today. Thank you.